استاذ العظام دكتور طارق سليمان. مساء الانوار يا دكتور. مساء الانوار كابتن مدحت. اهلا وسهلا جنرال. سهلا. هتكلمنا في ايه النهارده؟ هنتكلم بقى على وتر اكيلس بقى. انا طلبته يعني الاسبوع اللي فات. طبعا طلباتك جميل. اوامر. يا رب يخليك يا دكتور. يعني وتر اكيلس طبعا ده من اقوى الاوتار في الجسم واطول وتر يعتبر في الجسم. وبرغم كده بيبقى اكتر وتر معرض للاصابه. لان بيبقى عليه حمل جامد جدا. وتاني حاجه بيبقى في حاجه اسمها البلاد سبلاي بتاعه او الدم بتاعه في حتت معينه بيبقى قليله. فهو طبعا ده اللي هو بيتكون ده عباره عن حاجه قويه بتبقى واصله من عضلتين بتوع السمانه الساق لعظمه الكعب. ممكن يحصل نتيجه الجري نتيجه القفز. للقفز هو اللي بيحرك الرجل زي ما حضرتك شايف. بنسميه البلانتر فليكشن او لتحت اللي هو اللي فوق الكعب. فوق الكعب على طول. الحته دي اكتر حته معرضه للاصابه. احنا بنقول عليها من 2 ل 6 سنتي من بدايه الكعب. ايوه بيبقى كميه الدم اللي رايحه قليله شويه. طبعا اللي بيصاب بيبقى عنده الم جامد جدا وكانه بيحس بحاجه بتخبط في رجليه كانه اتضرب. يقول لك انا كاني اتخبطت في برصاصه في رجليا من ورا. لدرجه ان هو ممكن يبص لورا يشوف مين اللي خبطه من ورا ما يلاقيش حد. فده اللي بيحصل بالظبط. طبعا بيجي طبعا للرياضيين وغير الرياضيين. بالنسبه للقطع لكن الوتر اكيليس ده ممكن يحصل فيه حاجات كتير تاني غير القطع. زي الالتهاب والتهاب الغشاء اللي حواليه. دي اضعف نقطه. ده اضعف نقطه اللي احنا بنقول عليها الويك سبوت دي. وده الطريقه اللي بتحصل اللي يخلي القدم تترفع لفوق فجاه. اللي بنسميه احنا عندنا صادن دورس فليكشن. واحد طالع على السلم واحد رجليه كعبه ثابت في الارض ويقطع الوتر على طول. بيجي له طبعا الم جامد وما يقدرش يكمل. ودي بيبقى شكل المنظر بعد القطع لما بيحصل. ورم. شايف الناحيه اليمين دي سليمه. والناحيه الشمال دي ورمه. ملهاش معالم. شكل الوتر مش باين زي الناحيه السليمه. ما بيقدرش يقف على طراطيف صوابعه لان الوتر ده هو الخاص ان الواحد يقف على طراطيف الصوابع. لان هو اللي بيبقى العضله بتاعه السمانه هي المسؤوله عن اللي بنسميه البلانتر فريكشن او الواحد وش رجليه يبص لتحت. طبعا بيتشخص بحاجات كتير قوي. اقل حاجه بتشخص فيها الاشعه العاديه احيانا ما تفيدش قوي. لكن عند بعض المتخصصين تريانجل ده اللي احنا بنشوفه بيختلف في الاشعه لما الوتر بيتقطع. ده بالنسبه للاكس راي. لكن في حاجات اكتر دلوقتي زي هنشوف الوقت الموجات الصوتيه بتبين او بتشخص القطع. هنشوف بعد الرنين المغناطيسي بيشخص كويس قوي. لكن دور الاكس راي بيبقى مش قوي. ده اللي هو الموجات الصوتيه او الالترا ساوند. شايف حضرتك الشكل اللي عليه السهم ده. ده واحد ده النورمال والتاني شوف القطع باين. باين فيه. فدي من الحاجات اللي هي. وخلي بالك دلوقتي في بعض الفرق الرياضيه بتصاحب معاها حاجه اسمها بورتبل الترا ساوند. يعني يبقى ماشي بيه. تشخيصه زي ما قلنا الالام والحاجات ديت. في اختبار مهم جدا اللي بنسميه التومسون تيست. التومسون ده انا المفروض بضغط على السمانه اعمل حاجه اسمها سكويز للعضله بتاع السمانه. القدم تتحرك لفوق تعمل حاجه اسمها بلانتر فليكشن. لو في قطع مش هتحصل الحركه دي. وده بالحقيقه بيبقى مشخص. شوف ايه حضرتك بتدوس. وهنشوف دلوقتي برضو السكويز في الطبيعي ايه اللي بيحصل. يعني بص انا بدوس كده في الحاجه الطبيعيه تلاقي القدم تتحرك هنا ما بتتحركش. ده عشان ده اللي هنا المكان اللي هو مقطوع. واخد بال حضرتك شايف. وهتلاقي في حاجه بنقول عليها زي ديبريشن او جاب. بنلاقي نمشي على الوتر كده تلاقي حته غويطه فيه. ده اللي بيحصل. علاجه بقى في ناس يعني في يعني اراء. في ناس اذا كان القطع جزئي ومش كامل فممكن ان احنا يتحط في جبس
لمده من 6 ل 8 اسابيع، واحيانا بيجيب نتائج وما بحملش على رجليا خالص. وبحط الجبس الرجل تبقى مايله لقدام ليه؟ عشان اقرب الجزئين اللي هما اللي اتقطعوا من في الوتر. الم يعني الكعب شويه لفوق بالظبط عشان اقرب الجزء اللي اتقطع من الجزء اللي تحت. فلازم احط الرجل تبقى مايله لتحت ايه شويه. والقطع بتاع الوتر هنلاقي دي تمرين ممكن سهل جدا اي حد يعمله في البيت، ده ذكاء ملوش دعوه بالسن. وده دايما احنا بنتكلم عن السيرة بند، انا بشد العضله بعمل استرتشات وبعمل مقاومه فبقوي السمانه. يعني شوف حضرتك انا بعمل بشد رجلي لتحت ضد مقاومه. ده طبعا لو السن اقل شويه وان الواحد يقدر يروح جيم. دي من التمارين المهمه جدا. شوف حضرتك لان الوتر ده زي ما قلنا هو المسؤول عن الحركه اللي حضرتك بتشوفها دي. اللي بيقولوا عليها البلانتر فليكشن. ده بيقوي بقى الرباط نفسه، بيقوي العضله وبالتالي بيغذي الوتر وبياكل وتر الاصابه. حتى الماشيه يعني لو انا مشيت عادي كده، شوف حضرتك هي بتمشي على نشاط رجلها. لو في واحد عنده التهاب في الوتر، دي من الحاجات الجديده اللي احنا بنقولها اللي هي الكينزو تيب او التيبنج. وبنلاقي دايما انت بتشوف اللعيبه حاطين حاجات لزقات حمراء وسوداء وكلام، احيانا بيبقى مفيد لو واحد عنده التهاب زي ما قلنا. لان احيانا مش لازم الوتر يبقى مقطوع، ممكن الوتر نفسه ملتهب او الغشاء اللي حواليه يبقى ملتهب، او الكيس اللي هو الزلال اللي هو ربنا خلقه خلف الوتر بيبقى ملتهب. الحاجات دي بتساعد جدا. ودي طريقه انا بحط طبعا الكينزو تيب بطريقه معينه زي ما انت شايف حضرتك، بحط جزئين بالعرض. ده بيعملوا ايه يا دكتور؟ دول بقى المفروض ان هو يقال ان هو بيزود الدوره الدمويه شويه للمنطقه اللي رايحه واللي فيها المشكله. وتاني حاجه ان هو برضو بيطلع حاجات زي موجات كهرومغناطيسيه بتقلل الالم. يعني فالناس اللي هي الكينزو تيب ده من الحاجات احيانا المفيده في النسبه الرياضيين. بس في بعض الحاجات مش في كل الحاجات. هو بيبقى مفيد جدا في التهابات الاوتار سواء في القدم او في الايد او وهل ممكن مثلا العمليه دي مثلا ما تخليش اللي مثلا كعبه ينزلق ما بالظبط. ما هو بيعمل ليميتيشن واخد بال حضرتك. هو ده احنا بنعمله مش للوقايه، خلي بال حضرتك. ده لعلاج الناس اللي عندهم التهاب في الوتر او الغشاء اللي حوالين الوتر اكيلس نفسه. ودايما احنا بنعمله الرياضيين صراحه ولاعيبه كتير وبيجيب معاهم فايده يعني. لو احنا بقى عرفنا ان في قطع كامل في الوتر، في الحقيقه عمليات جراحيه كتير اللي في لو الوتر مقطوع في الحته اللي احنا قلنا عليها الويك اللي هي من 2 ل 6 سنتي ديت، بنعمله بطريقه معينه. طبعا الشركات دلوقتي بتتسابق انها تقدم ازاي طرق لانها تعمل حاجات جاهزه، خيوط جاهزه جراحيه بطريقه معينه. هنشوفها دي احد الشركات بطريقه معينه الخيوط بتاعتها بتتحط جاهزه. وبنلم الوتر على بعضه زي ما انت شايف حضرتك، وبنحط الخيوط ديت. الخيوط دي بعد كده نحط فوق ونحط تحت ونحلم منها، لان مش صحي انك تخيط الوتر من جسمه نفسه. ليه؟ عشان ادي فرصه للالياف بتاعته زي ما انت شايف حضرتك، الالياف اللي هي جوه انها تلتئم. ايوه احنا بيجي لنا حاجات كتير قوي من ناس عامله خياطه داخل الوتر نفسه. ودي بتؤدي اللي هي دي بتؤدي لفشل العمليه وبتؤدي لعدم التئام الوتر، وبنضطر ان احنا نعيد له العمليه يعني. لكن شوف حضرتك هنا الخيوط خارجه من بره من الجزء الخارجي وهيعمل شده ان انت تلمهم على بعض. بالظبط. انا عايز الالياف اللي هي ديت الفريش دي انها تلتئم قصاد بعض. ودي طريقه ثانيه لو احيانا الوتر ده ما يتقطعش من الحته اللي احنا قلنا عليها بقى، لا يتنخع من طريق من الحته اللي ماسك في الكعب. بنسميها احنا افالجن او افالس التير، يعني في نخعه من بص مقطوع من الكعب نفسه. وده بيبقى ليه طريقه ثانيه الحقيقه في العلاج الجراحي. لازم ان انا اثبته في عظمه الكعب لانه طلع منها.
دلوقتي في لحضرتك حاجه اسمها الخطاطيف او بنسميها الانكر او المثبتات، ودي افادت كتير قوي. انا بعمل خيوط حوالين الوتر، وبعدين بجيب حاجه اسمها مثبت او خطاف او انكر، بحطه في عظمه الكعب من تحت وبشد الوتر عليه. وبعد كده الخطاف ده لا دي مش الخطاف، دي الخيوط، دي نهايه الخيوط. دي الخيوط انا بقطعها عشان انا هحط الخطاف دلوقتي زي ما انت شايف حضرتك في عظمه الكعب. دي بالليزر يا دكتور؟ لا دي فتح. دي فتح جراحه يعني. بس ده حضرتك بالطريقه بتبقى مضمونه. كنا زمان بنعمل بنخرم في العظم بطريقه تانية، لكن دلوقتي اشوف حضرتك الانكر ده بيجي جاهز، بيجي بالخيوط بتاعته وبثبته في العظميه، والخيوط اللي هي طالعه منه دي بشدها بربطها بالخيوط اللي انا حطيتها قبل كده اللي انا خيطت بيها ايه الوتر. يقوم الوتر يرجع تاني كانه ماسك في العظميه، كانه ما اتنخعش منها او ما اتخلعش منها. فدي طبعا الطريقه حسب. انا صراحه اخويا كان عنده مشكله زي دي، وانا عملت له عمليه زي دي يعني. كان بيلعب واتنخع كده من عظمه الكعب نفسها، وعملناها له بالطريقه ديت يعني. والحمد لله. قد ايه فوت العمليات ديت؟ دي بتقعد مثلا ساعه، ساعه ونص. اوكي. ما بتبقاش اكتر من كده يعني. والمريض بعديها لازم يتحط في جبس برضو من 6 لـ 8 أسابيع في الوضع معين، تكون رجليه باصه لتحت، وبعد كده يعمل علاج طبيعي او تاهيل. اللاعب الكوره بياخد له من 6 لـ 8 شهور عشان يرجع يلعب كوره تاني بعد الاصابه ديت، لانها من طبعا ده زي ما قلنا اقوى وتر في الجسم واهمهم بالنسبه للرياضي وخاصه لعيبه الكوره. عندنا بيجي دايما لحراس المرمى، احنا عندنا في الزمالك جيل 3 حراس مرمى كبار يعني، كابتن عادل مأمور وكابتن ايمن طاهر كابتن جنش. والله جنش مؤخرا قبل كده عادل مأمور وايمن طاهر. طبعا طبعا الاثنين جالهم وتر اكيد. هو بيبقى نتيجه يعني في ضغط معين على الوتر، احيانا تمرين زايد، احيانا عدم تسخين، احيانا ما بيبقاش في كوردينيشن او حاجه بنسميها المخ والعضله، ما بيبقوش لعيب مشغول بحاجه بيفكر في حاجه تانية. ممكن يكون ده سبب القطع، مش بالضروره ان هو يكون مثلا ما سخنش كويس او عنده او واحد عنده التهاب في الوتر يحصل له واهمله، فده من الحاجات اللي هي تعمل قطع في الوتر. وهو في كل الاحوال زي ما شفنا في الجزء اللي حضرتك عرضته ده، ممكن وانت بتنط تنزل غلط. طبعا. وانت بتجري وانت طالع على سلم بطريقه خاطئه. الحاجه اللي هي الميكانيزم اللي قلنا عليها ان القدم تترفع لفوق. تترفع لفوق لان الوتر القدم تترفع لفوق بالظبط. هنا ده الوتر يتقطع من الخلف يتقطع. فاي طريقه احنا بنقول عليها صادن دورس فليكشن او رفع القدم لاعلى مفاجئ من غير انت مستعد او مسخن او مستعجل طالع على سلم. طبعا بيصيب ناس معينه يعني، من احنا قلنا الرياضيين اكتر لانهم معرضين للاسترس على الوتر. ممكن الناس اللي عندهم التهاب، ممكن ناس احيانا بيبقى عنده التهاب ويروح الدكتور يديله حقنه كورتيزون جنب الوتر، دي من الحاجات اللي بتقطع الوتر. في بعض الدراسات بتقول ان بعض المضادات الحيويه لما بتتاخد بتقلل برضو قوه الوتر وبتقلل الدم اللي رايح له. دراسات يعني. فليه اسباب كتير يعني. ربنا يعافينا يا رب. امين يا رب. جميع كل السامعين واللي بيسمعوا. لازم نسخن كويس. لازم نسخن كويس يوم الجمعه وتعمل تقويات. والتقويات اللي احنا شفناها. طبعا طبعا جميل. مهمه جدا. بشكرك يا دكتور طارق. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. غدا بمشيئة الرحمن لقاء جديد. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.